ودلوقتي يلا نبتدي مع بعض يومنا بان احنا نتعرف على اخر اخبار الطقس والعملات، ونروح لليندا نعرف معاها ايه اللي بيحصل في اسعار الذهب كمان. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير يا منى. صباح الخير شاذلي. الحقيقه منى، بالنسبه لحاله الطقس لسه في ارتفاع في درجات الحراره. احنا شفنا ان كان بدايه من امبارح كان في ارتفاع في درجات الحراره بنسب بتتراوح من درجتين لاربع درجات. النهارده كمان في زياده في ارتفاع درجات الحراره. القاهره امبارح سجلت 31، النهارده بتسجل 34. هنعرف معاكي التفاصيل دلوقتي. يلا نشوف. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم اولا الجوله المروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي والناس بدات تنزل. النهارده الحقيقه في كثافات مروريه ملحوظه على معظم المحاور في القاهره والجيزه بالتزامن مع منتصف الاسبوع، فخلونا نبتدي جولتنا من القاهره. هنبتدي جولتنا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقه الاسعاف ورمسيس، واللي بيشهد كثافات مروريه متحركه. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر، في برضه كثافات مروريه بسيطه زي ما حضراتكم شايفين. هنشوف طريق صلاح سالم اللي فيه بعض الكثافات البسيطه، اللي لو كملنا لحد الاخر هنلاقي ان الكثافات بدات تقل، وبيبقى فيه سيوله مروريه ملحوظه بتوصل لحد نفق الطيران. وبعد ما نوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثافات المرورية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. أما مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم مغلق لمدة 3 شهور بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا. أما طريق الكورنيش في بعض الكثافات المرورية عند المظلات، وبيكون في سيولة مرورية بتقل بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير، واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وفي غلق كلي لطريق البراجيل أمام حركة المرور، وتحديدا في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي فقط لمسافة ما يقرب من 600 متر، وده لحد الانتهاء من أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، وتم إجراء التحويلات المرورية. حركة سير المركبات القادمة من مناطق أسيم وأسفل الطريق الدائري واللي بترغب بالسير اتجاه كوبري المطار ومحور أحمد عرابي بتقوم بالدخول للاتجاه الآخر القادم من كوبري المطار ومحور أحمد عرابي قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتح الدخول بالجزيرة الوسطى، وتحويل الاتجاه الآخر لاتجاهين لحركة المرور. وطبعا في خدمات مرورية معينة وكاميرات مراقبة لمنع التكدس المروري. هنكمل جولتنا من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر، في كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري ولحد ميدان لبنان. أما المحور المتجه لأكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطة وناتجة عن أعمال التوسع اللي بتتم في المحور، وكمان أعمال إنشاء القطار الكهربائي الخفيف. وفي كمان كثافات مرورية على كوبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثافات متحركة، وبتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان لكنها متحركة. نفس الأمر كمان بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وكمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السريات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. أما بقى محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. أما شارع الهرم فبيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية لإنشاء محطة مترو، وبتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين والحد الطلبية وكثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق. كمان بتظهر كثافات تانية بشارع السودان والحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. هنروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة القليوبية القادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها، بيفضل طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرورية لحد تقاطعه مع الدائري الإقليمي.
أما القادم من شبرا بنها متجه لمنطقة شرق القاهرة، فيكمل أفضل في محور العصار والحد منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مرورية قبل الطريق الدائري، بتزيد تحت الطريق الدائري والحد كوبري ألمة بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف. في كمان كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة، وأما اللي رايح مدينة أليوب فالطريق هناك بيشهد سيولة نسبية. لو كملنا لحد محكمة أليوب في سيولة مرورية واصلة لحد طريق أليوب القناطر الخيرية. وهنكمل جولتنا المرورية مشاهدينا، وهنروح دلوقتي للإسكندرية وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال، اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. ولو كملنا في نفس الشارع فهنلاقي فيه كثافات مرورية تانية واصلة لحد محرم بيك والشارع عبد القادر الغرياني. أما طريق الكورنيش في كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعة ففي بعض الكثافات المرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.43، أما الشراء فسجل 18.35، اليورو البيع سجل 19.64، أما الشراء فسجل 19.55، الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.18، أما الشراء فسجل 23 جنيه و7 قروش، الفرنك السويسري البيع سجل 19 جنيه و6 قروش، أما الشراء فسجل 18.96. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.77، أما الشراء فسجل 2.75، الريال السعودي البيع سجل 4.91، أما الشراء فسجل 4.89، الدينار الكويتي البيع سجل 60.25، أما الشراء فسجل 59.90، الدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه وقرشين، وأما الشراء فسجل 4.99. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 872 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1020 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1160 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8400 جنيه. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي مشاهدينا جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة والجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 25. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية.